السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة لطريقة الولوج إلى مايكروسوفت تيمز، يكفي أن نكتبها في جوجل ثم نجد هذه الصفحة فنضغط على كونكتيفو. نعم، إذا سوف نبدأ بالتعرف على الصفحة الرئيسية. هنا عندي activity، يعني جميع الأنشطة التي هنا عندي activity يعني جميع الأنشطة التي وقعت في الفرق التي أنتمي إليها أو داخل فريقي، سواء تبادل الرسائل أو الملفات أو كانت محاضرة معينة، فتتم أو تظهر هنا في activity يعني كnotification مثلا في الواتساب جميع المحادثات والأنشطة التي وقعت في الفرق التي أنتمي إليها أو في فريقي. هنا عندي conversation، كما تلاحظون في activity عندي عندنا publication يعني جميع المنشورات أو الفيشي التي تم نشرها، جميع الملفات التي نشرت أو البلوك نوت التي تم نشرها، أو تسجيل اللقاء، أي لقاء تم تسجيله فأجده أيضا هنا. بالنسبة للconversation يعني جميع أو الدردشة، فجميع الرسائل أو الدردشات التي قمت بها مع أصدقائي أو مع التلاميذ فهي تصعد هنا، تظهر هنا جميع الدردشات التي قمت بها. هنا عندنا إيكيب الفرق، هنا عندنا فرق يمكن إنشاؤها من طرف المدير أو يمكن لي أن أنشئ فريقا. سوف نبدأ بإنشاء فريق. هنا نضغط على غوجواند أوكري أون إيكيب، ثم تجدون فرق يمكن أن أنضم إليها أو فرق أو فريق أريد إنشاءه. عندنا أربعة اختيارات، عندنا كلاس يعني بين الأستاذ والتلاميذ، هنا عندنا مثلا كوميونيتي دو فورماسيون بروفيسيونيل مثلا بين الأساتذة، هنا عندنا بيرسونيل مثلا بين الأساتذة والمدير، هنا عندنا أوتخ مثلا أندية المؤسسة إلى غير ذلك. سوف أختار كلاس، أقوم بكتابة الاسم الخاص بالفريق مثلا مستوى السادس لغة عربية، الوصف ديالو، ثم أضغط هنا وأبدأ بإضافة التلاميذ وذلك من خلال الرقم الوطني الخاص بكل تلميذ. أو من هنا يعني الفريق الخاص بي بالمؤسسة، أضغط هنا وأقوم بإضافة أعضاء جدد، تلاميذ جدد، أو حذف تلاميذ جدد إلى غير ذلك. يعني أجد تامومبغ مثلا تلميذ جديد، أكتب رقمه الخاص فأضيفه. هنا عندنا دوفوار يعني جميع الاختبارات التي تم تبادلها مع التلاميذ فهي نجدها هنا، أو إذا أردت أن أنشئ اختبارا مع التلاميذ الخاص بالفريق ديالي أقوم بكريي ثم كيسيونير أو أفكتاسيون. تلاحظون أجوتي دو غوسوغس يعني إذا كان الاختبار عندي سالفا في الحاسوب أقوم بإضافته، أجوتي أن باغيم للاختبار الخاص بي، وهنا يمكن أن أحدد وقت الاختبار يعني الوقت الذي يتم فيه إرسال أو نشر الاختبار. نأتي إلى كالندري التقويم، هنا يمكن أن أقوم بتحديد جميع تخطيط جميع الدروس التي المستقبلية هنا وأضعها لكي يتعرف على مثلا التلاميذ، يعني يشبه استعمال الزمن. هذه النقطة فهي لإضافة بعض الخدمات كأبل كفيشي، هنا فيشي جميع الملفات التي تم تداولها في مايكروسوفت تيمز فأجدها هنا.
مثلا عندما أريد أن أبدأ في درس مع تلاميذي، تلاحظون هنا في الأسفل يمكن الكتابة هنا للدردشة مع التلاميذ. هنا خصائص الكتابة التي سوف أكتب، هنا إضافة الملفات إذا أردت أن أضيف ملفا ما، هنا عندنا إيموجي، هنا عندنا جيف صور متحركة، هنا عندنا أوتوكولون إذا أردت أن أرسلها للتلاميذ خلال الدردشة. المهم هو الفيديو كما تلاحظون هنا الفيديو، إذا أردت بدء فيديو أضغط على جوان دخمانتونو، ثم تلاحظون أن الفيديو فهو الآن شغال. عندي مجموعة من العلامات إذا أردت تشغيل الكاميرا أظهر في الشاشة، هنا الصوت، هنا عندي بارتاجي، هذا بارتاجي خاصة بي إذا أردت مثلا أن أشارك المتعلمين نصا ما محفوظ عندي في الوورد، أفتح الوورد أو البويربوينت ثم عند فتحه أضغط هنا على بارتاجي فيصعد الملف هنا ويظهر هنا، فيمكن أن أقرأه ويمكن للمتعلم أن يتابعه معي من خلال بارتاجي. هنا كونفرساسيون إذا أردت أن أظهر الدردشة على اليمين أم لا، هنا إذا أردت أن يعني الأعضاء أن إخفاء الأعضاء، وهنا إذا أردت أن أغلق أقوم بغلق يعني هذا الدرس أو هذا اللقاء. ونتمنى وكإضافة أخرى هنا متى عندنا في شيء يعني جميع الملفات التي تبادلتها مع التلاميذ، لي دوفوار جميع الاختبارات التي أرسلتها للتلاميذ، هنا لي نوت الخاصة بالمتعلمين، أو إذا أردت أن أضيف مثلا خاصيات أخرى للفريق أو أدوات أخرى للاشتغال كالبويربوينت كالسيت ويب كاليوتيوب يمكن أن أضيفها من هنا. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.